عبد الستار، ايه ده عبد الستار؟ ايوه التفاح. ايه الزيتة اللي بره دي؟ دي دخلت فتحة الخطوبة بتاع ناس جنبينا كده. يا سلام على كده بقى، بكرة شبكة الصباحية. اظن كده، بس انا شمشمت كده حواليه زي الكلب هول، لقيت ان المناسبة ارداحي. الله يرحمك يا حاج عوضين، يوم ما جوز بنته البنت الحاج عوض، خدت بالك عمل ايه؟ عمل فرح 40 يوم ب50 ليلة، ب50 يجي اسبوعين كده، ودبح فيهم ايه؟ نص جاموس عش. يا اهل الدار، يا اهل الله يا اللي هنا، يا اهل الدار. صباح الخير. صباح النور. خلص عايز ايه؟ حضرتك صاحبة الفيلا. ايوه خلص عايز ايه؟ انا عمر الشريف. وانا شادية، وده شكري سرحان. ازيك يا استاذ شكري؟ ازيك يا استاذ عمر؟ انا سمعت افلامك كلها. طيب تريقوا تريقوا، طبعا بتتريقوا عليا علشان انا شكلي مش شبه عمر الشريف ومش ماشي. طب اعمل ايه؟ هما اللي سموني كده، يا ريتهم سموني علي الشريف ولا اي حاجه تانية. ايوه انت بتعيط دلوقتي ليه يا استاذ؟ هو انتوا عربيه الاسعاف اللي موصلاكوا المستشفى عطلت بيكوا بره ولا ايه حكايتكم؟ لا احنا هنتجوز. والمزيكا اللي حضرتك سمعها دي مزيكة فرحنا. فرحكم؟ يا سلام على كده بقى، انتوا هتتجوزوا في قسم العظام ولا قسم النيل؟ احنا فرحانين فرحانين قوي يا هانم، احنا مستنين اللحظة دي من 7 سنين انا وفاتن. فاتن؟ مين فاتن؟ عايزة اسمك فاتن؟ وهو عمر الشريف. على كده بقى انتوا تعرفتوا على بعض في سيدة القصر العيني. لا لا احنا تعرفنا على بعض في مستشفى المواساة، انا ساعتها بقى كنت بعمل المية الزرقاء اللي على عيني وعمر كان بيشيل ودان ولا جوانت. لا يا حبيبتي، ساعتها انا كنت بعيد ترتيب فقرات العمود الفقري بعد حادثة الاتوبيس. افتكرت. ايه عمر الحوادث اللي انا فيه ده؟ ما تاخديش في بالك حضرتك، كلها امور بسيطه. المهم احنا جايين نستاذن حضرتك عشان نعمل فرحنا عندكم في الجنينه الحلوه دي. استني استوفاء. طيب. استني استوفاء. طيب. جنينه ايه يا حبيبي؟ لا يا حبيبي، الجنينه دي املاك عامه، يعني ممنوع الاقتراب او التصدير، وانا الامر النهي هنا. افرس. حاضر. ايوه فندم كمل. حضرتك انا هشرح لحضرتك، احنا مستنيين اللحظه دي من 7 سنين، وكل ما نيجي نعمل فرحنا تحصل لنا مصيبه، حد من اهلنا يموت، نعمل حادثه، اي حاجه. المهم احنا نفسنا نعمل اللحظه ديت لاننا مش لاقيين اي قاعه افراح فاضيه، فنفسنا نعملها عند حضرتك. خلاص خلاص، ده انتوا قطعتوا قلبي بصراحه، بسطر حاجه تقطع القلب. خلاص خلينا نعمل الفرح هنا. ارجوك ارجوك استني. ماشي ماشي ماشي، اعملوا الفرح بس ما تنسوناش بقى في الجوليكوز وحقنا شرجية العبد الستار. بس بقول لك يا استاذ وفاء، بقول لك ايه، الطينه بتاعت الجنينه لو اتوسخت بسبب الفرح مش هيحصل. طيب قلت لك اخرس. حاضر. مين بقى؟ والله يا استاذ وفاء جميلك ده على راسي من فوق. راسك ايه ودي راسك؟ هتستحمل ايه ولا ايه؟ شكرا يا ست وفاء. العفو، تحت امرك. شكرا عبد الستار.